مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة وحلقة مميزة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. مثل ما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجلا مميز ومن زاوية رجال الأعمال الأكثر تميزا والأكثر نجاحا. رحبوا معي بالأستاذ عبد القادر، الأونر لكراج ترافيك لاين للسيارات. بداية أسعد الله أوقاتك، أهلا وسهلا فيك مستر عبد القادر. طيب حالك، الله يسلمك. كيف حالك؟ طيب الحمد لله. الحمد لله بخير. أنا فعلا أنا زيادة هبي عشان أنا موجود هنا داخل الكراج ترافيك لاين. خلينا أنا يتعرف عليك، يعرف المشاهدين عنك، مين عبد القادر، متى يجي على الإمارات، كيف أنت بلش بزنس سلولي سلولي، أنت كيف يسوي فيوتشر كود فيوتشر. تفضل. أنا إني دشيت داخل الإمارات 2007 شهر 2. ما شاء الله. زين زين. واشتغل إني نفس داخل هذا منطقة رأس الخور، إني في واد جراج سمار ونخيل. أنا اشتغل داخليا نفس المال 800 راتب. ما شاء الله. هذا 2007. 2007. أوكي. 6 شهور أنا اشتغل. بعد 6 شهور وأنا سألت واد أربية، ما هو أنا بفتل واد جراج داخل مرموم. أنا سيلي مرموم. يعني مكان صغير ما في كبير. هذا أول. أول. 2008 شهر 2 بعد سنة. أيوة. أوكي. هنا كلش في مواطنين يعني بدو. أيوة. يعني في قبيلات هناك مزروي، منصوري، دلموج، الأهميري. أنا اشتغل هناك بس هذا نفرات ما أنا أمل واجد يعني نفس يعني أنت تقول يعني كيف نفر مال عال مالك يعني نفس أخوان. أيوة. شيء مش معك يعني أوكي يعني واجد صوي مساعدة. يعني هناك اشتغل هنا يعني 5 سنة زين، وسبونسر ماله هناك موجود كفيل. زين. وهذا يسمى له محمد أماد. أيوة. زين مزروي هذا. وبعدين انا اتفاق عنده، انا اقول اريد بطل واد جراج داخل راس الخور، وقول ما مشكل سير. وبعدين هي تيني بطل داخل راس الخور 2013. هذا 2013 اللي ايه. هو هذا جراج ايني ترافيك لاين. حلو. زين. وبعد 2013 ان شاء الله يمشي هذا، انت قدام لين جراج موجود. زين ان شاء الله. ومن هنا لين ثلاث يعني كمل يعني قريب ممكن 8 سنه فوق يعني لين 22 يعني قريب 9 سنة. طيب هذا زين ما شاء الله. هسه الحين مستر عبد القادر خبرنا اكثر عن الخدمات الموجوده داخل ترافيك لاين جراج. شو موجود؟ سمكره، في كراجات موجود بس سمكره، في كراجات موجود بس دهان، في كراجات موجود بس ميكانيك. خبرنا اكثر عن الخدمات. اني موجود سمكره، صبخ، كارباي وميكانيك. اها ما شاء الله. يعني شغل بروفيشنال 100%. ونيانيني سبق يعني سيارات يعني اعطينا ورنتي يعني 4 سنة 5 سنة يعني السياره يجي خربان شيء يقدر رجع داخل الجراج تسليم مشان سبق. هذا في داخل الجراج مالنا يعني ورنتي في ماله. حلو. هسه انت كيف تسوي هذا جراج سبيشال ذان اذرز؟ يعني في زياده هان داخل راس الخور كثير في كراجات، مزبوط. هنا منطقه صناعيه، صناعيه 2 راس الخور، في زياده كراج. كيف انت هذا كراج ترافيك لاين تسوي يعني كل كاستمر فيه حب هذا الكراج؟ هذا مشان كيف اول شيء انت تحمل ما كاستمر ما زبون. يعني كيف سلوك مالك ما انت ما زبون. تيجي زبون عندك. زين. حلو. وغير رقم 2 عامل مالك. انت اتش ما عامل مالك يعني يقدر يمشي معك. انت ما في اتش ما عامل بعدين ما يمشي شغل ابدا. ولازم يعني انا عندنا في عامل موجود يعني 12 سنه 10 سنه قديم يعني ما في جديد قديم. 6 سنه حد ما يقدر يصير يعني لو حد سوي كنسل ما سوي كنسل. وهذا الجراج مالنا نفسي يمشي مع عامل نفس اخوان يعني تشوف شغل شغل حب عشان تشوف شغل. اي وقت خلاص شغل في فورمين هو سوي تشيك بعد فورمين انا سوي تشيك عقب ولا بعدك زبونك سياره. يعني السياره تشي تشيك مثلا سياره سيم نفس مالنا. عشان ما يريد كومبلين داخل مره ثانيه يجي نفر. يعني كله كمان الريليشن مال انت والستاف يعني سيم فاميلي. فاميلي ليش؟ عشان الستاف فيه حب مال شغل. ستاف يعني يعني في ناس اللي ما بتشوف استاف ارباب سيم صبح يجي بس ارباب يجي خلاص يشتغل في اللي يصير. لا ما استام لازم اعمل يعني في استاف شيء داخل بيت ماله في حد مريض. انت تشوف نفر ما في شغل. صح. زين بعدين لازم تريد تشوف ليش ما في شغل يعني شو السبب. وبقول داخل بيت في مريض شيء حد لازم تسوي مساعده ويمشي معك. هذا شغل يعني في ناس يعني ديبريشن. صحيح. يعني في عندك ناس يعني في واحد نفر اشتغل مره واحد تشوف شغل ماله يجي تعبان 3 يوم 4 يوم بعدين لازم انت تشوف شو مشكل ماله يعني امشي شو موضوع ماله شو يعني نفر شو مشكل ليش ما يمشي داخل شغل قبلوك يعني ليش يجي تعبان مشكل ماله فلوس لا حد كلم ما اقول لا مشكل مال طرف مال زبون لا مشكل داخل بيت ماله ماليه لو في مشكل ماله محليه
سوي مساعدة، أعطى فلوس أدوانس، بعدين شهر راتب دخل يعني. نحن يعني في عامل شيء يجي داخل بيت ماله شيء، في مريض نحن ندفع فلوس يعني، بعدين مرات قص مرات يعني ما في قص. أها صحيح، ما شاء الله ما شاء الله. من قناة ABC العربية نتمنى لك التقدم والنجاح أكثر وأكثر مستر عبد القادر، أنت إنسان تستحق، والله يبارك لك في كرجاتك إن شاء الله. إن شاء الله بنشوف ترافيك لاين مش هون بس إمارات، كله إمارات، أبو ظبي، دبي، عجمان، شارقة، لأنه أنت ما شاء الله إنسان جود يعني زين. الآن معلوم انت احنا في دولة الامارات، انت من هون من 2007، اكيد تعرف انه دولة الامارات رقم واحد بالعالم، دبي تنعم بالامن والامان، بالرفاهية، بالبيئة الاستثمارية، land of opportunity here، صح؟ so بدنا مسج منك انت لشيوخ وحكام دولة الامارات، شكر، رسالة شكر لشيوخنا وحكامنا على الامن والامان، على الدعم، على الفاسيلتيز الموجودة هون، اتفضل. مشان امان المعمال، مشان امن، مشان انا اقول لك انت، مشان يعني لو عندك يعني سياره خاص لا شيء فلوس امن يعني، انا بقول 100%. صحيح صحيح زين. ان يعني نحن دشني يعني ما اعرف يعني يعني يجي حد لو كلمني يعني سويت شيء، لا قانون يعني قانون قانون ان ذا هيد اكلش صح يعني اقوى في دينك مواطني نفس كان نفس الشيء ما في فرق. ليش نحن اشتغلين داخل قرار الدوم يجي زبون مرات في مشكل يعني، يعني يوم يجي شرطيني يوم قانون كلش واحد، كله واحد، ما في فوق ما في تحت، ما في تحت يعني قانون ما 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 حمل يعني، يعني انت في الحق بس الحق معك هذا ومشان سيفتي، مشان اي مكان انت روح هني موجود 24 ساعه انت حط ما في مشكله يعني، انت يمشي في القانون انت سيده حد ما في قلق يعني، انت يمشي النظام بالغلط ولا شيء هذا غير صحيح 100% صح 100% صحيح ما شاء الله. طبعا احنا كمان نتشكر شيوخنا وحكامنا، سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الامارات نتوجه له برسالة شكر، وشيوخ وحكام دولة الامارات اجمعين، مستر عبد القادر شكرا على شان انت يستقبل احنا هون داخل الكراج تبعك. الحين انت بس يعطي برمشن يريد يسوي صورة كله فيديو مال الكراج، الحين كبر مستر حسام بيفور قبل نهاية البرنامج بدي اخذ منك وين احنا موجودين بدبي، شو اسم هذا منطقة، وتاني اذا انت في اي برانش تاني تفضل. اني دخل دبي هذا راس الخور اندستري اريا 2 يعني راس الخور 2 ايوه، ولين فيني مقابل وات تاور اها ملالم كبير من اكثر كبير من برج خليفه لما سويت كريك تاور مقابل من هذا أيوة. علي هذا الشارع والترفلان علي نفس الشارع شارع اتامان هذا الشارع صحيح، هذا راح يصير الميدل مال يعني الميدل ايست كله كلش ميدل يعني هذا منطقه راس الخور وهذا في ورا ميدان ايوه يعني في اوير بزنس يعني كله في النص كله اندهب سنتر يعني اندهب. ما شاء الله ما شاء الله. مشاهدينا الكرام ارقام التواصل في اسفل الشاشه مع الويب سايت لكراج ترافيك لاين، الحين كله كل الفيديوهات حتكون بأسفل الشاشة. مشكور جدا مستر عبد القادر عشان انت يعطي وقت مال انت، شكرا لك. جزاك الله خير. مشاهدينا الكرام الى هنا نختم حلقتنا لهذا الاسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية وعلى السوشيال ميديا، دمتم بخير وفي امان الله.